هو من هو يا مولاي؟ تتوقعون من أين هذا المتسابق؟ تحدث أيها الوزير! هل هو من المملكة البحرين؟ لا، أخفقت في هذه الإجابة. إذن يا مولاي، من أين؟ قبل أن أقول لك هذا الاسم، أحمد بن داود، ارفع لي صوت الإربيز. المتسابق الآخر عبد الله بن النجيبان. ائت لي به أيها الوزير. عبد الله بن من يا مولاي؟ ابن النجيبان. ابن النجيبان. هيا ترجع أمرك. نفس عميق، نفس. عبد الله بن النجيبان. سم تفضل. إنه بعهدتكم. طيب نعم. أمانة لديكم. لا تقلق. تفضل. أهلا بك يا عبد الله بن النجيبان. حياك الله. أضعت المكان بطلتك الجميلة. وجودك. وخطواتك الرهيبة. أهلا وسهلا. استريح. تفضل أيها الوزير. استريح. عبد الله بن النجيبان. حياك. أنت رجل قانوني. ولكن في برنامج حياتك هناك قانون يختلف عن الروح والتعليم الذي يعمل فيه عبد الله بن النجيبان. سياساتنا تختلف كليا عن سياساتك. عبد الله بن النجيبان، وأنت تأتي لهذا المكان من الهنجري إلى قصر المتواضع خطوة تلو الخطوة، ماذا كان يفكر عبد الله بن النجيبان؟ الله معي. الله معي. أخبرني الوزير بأنك تعشق القراءة، هل هذا صحيح؟ أعشق القراءة. نعم. نعم. هواية، عشقا، وراثة، حبا، هوسا، فضولا. هواية وعشق وحب. بما أنك تعشق القراءة يا عبد الله بن النجيبان، فأنا أود أن أقرأ لك ما بداخل هذه الرسالة. ماذا بك يا مولاي؟ والله ما أعتقد تحبني هالدرجة تخاف علي. عبد الله بن نجيبان، حتى أخطأت في اسمك. عبد الله ابن نجيبان. سافر الله، سافر يا رب يا رب يا رب. عبد الله. سم. لقد عدت للقرية. لعودتك إلى برنامج حياتك. شكرا يا عبد الله. إلى اللقاء يا عبد الله. إلى اللقاء. افرح افرح يا عيال. وجاهد يا عيال.